كعقله على وسائل الإعلام. مشاهدين الأعزاء، هكذا تعطى إشارة البدء والانطلاق للشوط الأول الرئيسي. بسم الله وعلى بركة الله، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح. انطلق هذا الشوط بشعاراته، بأسمائه، بملاكه، بمضمرينه، بالخبرة التي رافقت الخبراء في هذا الشوط. شوط أيضا تكتظ فيه الأعداد والأسماء، 45 بكرة حاضرة متواجدة في هذا الشوط القمة، مع هذه الأسماء القمم، مع هؤلاء الملاك والمضمرين عالين الهمم. أيها الأعزاء، تنطلق هذه السباقات والتسعيرات والجوائز العينية، السيارات والنقدية التي تقام في ميدان البصير وميدان الشحانية بالتوجيهات السامية من سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يحفظه الله ويرعاه، وبمتابعة إخواني في اللجنة، فلهم منا كل الشكر والتقدير والاحترام على ما يقومون به من جهود جبارة. مقدمة الشوط الأول الرئيسي ومن تحتل المركز الأول شعار المحترف مع مزاحمة تسيطر على المركز الأول، فهد بن سيف آل أبو سعيد الخيارين مع غانم على المركز الأول. يا غانم بن سيف آل أبو سعيد الخيارين، بمتابعة المحترف فهد بن سيف آل أبو سعيد الخيارين يقدم مزاحمة على المركز الأول على صدارة هذا الشوط للإنتاج والمنتجين. المركز الثاني تصل دانات لهزاع بن حمد بوشريدة، يقدم لنا دانات في هذا الشوط الأول من إنتاجه الشخصي الخاص. هذه دانات على المركز الثاني. ننتقل إلى المركز الثالث، تصل دلايل لحميد بن سالم بن حميد الزرعي، ضيف عزيز عاني من سلطنة عمان الشقيقة. يا مرحبا بأهل السلطنة، حللتم أهلا ووطأتم سهلا في كل زمان وفي كل مكان. ننتقل إلى المركز الرابع، ومن تتقدم الشحانية لسعود بن محمد بن سالم آل خليفة على المركز الرابع. هذه أيضا من المرشحات مع هذا الشعار الذي له صولاته وجولاته، شعار بن خليفة. المركز الخامس، التقدم والوصول من قبل غزوة، علي بن سالم بن محمد بن فاتوح يقدم لنا غزوة على المركز الخامس. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء، أيها الحفل الكريم. إيعاز أيضا تتقدم، فلاح بن محمد بن راشد الدوسري، يلا يا الرومي يلا ركز. هذه النتيجة أيها الأعزاء، أيها الحفل الكريم، للمراكز المتقدمة الأولى. بوشريدة أيضا يقدم مع دانات الوكرة على المركز الخامس في هذه اللحظات، هزاع بن حمد بوشريدة المشارك باسمين. العودة إلى التغيير الذي طرأ وجرى على مقدمة الشوط. الله، غزوة الشوط الأول. الشوط الأول يا بن فاتوح غير له ثقل خاص، له أيضا مكانة خاصة، له شحن في ضمير الملاك والمضمرين خاص. أوضاعه غير هذا الشوط لما له من أهمية. هذه غزوة غزت هذه البكار، غزت مقدمة الشوط الأول، وما زالت الأمور في صالحها، ما زالت تدير دفة الأمور. دير بالك من الرومي الدوسري أحد الشباب المشاغبين اللي قادم مع المركز الثاني. تصل في هذه اللحظات إيعاز، تنتظر منك الإيعاز يا فهد، تترقب الإيعاز من فهد الدوسري. المركز الثالث، الله، توق، وصلت توق، هادي بن خويلان بن هادي العرجاني العجمي يقدم لنا توق مع المركز الثالث. يتابعها حمد بن محمد السندوانة اللي على المركز الثالث بشعاره، بينما المركز الرابع التقدم فيه من قبل السيلية، جار الله بن سالم بجار الله بن سالمين يقدم السيلية على المركز الخامس. ومتابعة أيضا إشهاب لها في هذا الشوط، وفيصل بن مبارك لها، يتابعونها شباب، نتمنى لكم إن شاء الله توفيق. المركز الخامس، التقدم فيه من قبل وسام صالح بن حمد القبرة، الكيلو متر الأخير يا مضمرين. الله، غزوة بن فاتوح، غزوته اليوم في الشوط الأول الرئيسي. الله يا مخرجنا، شوف لي 40، شوف لي رقم 40، ما شاء الله تبارك الله. قنا، تصل قنا لسالم بن محمد بن مبارك بن جهويل، أول نداء لقنا من تصل على المركز الثاني. بينما
غزوة بن فاتوح مع المركز الأول، غزوة وقنا، غزوة وقنا، قنا مع المركز الثاني، غزوة مع المركز الأول. يوسلم 600 متر أخيرة، قنا غزوة مع المركز الأول، غزوة بن فاتوح مع الصدارة، بينما قنا بن جهويل قادمة قادمة في المركز الثاني. ولكن غزوة غزت الشوط الأول الرئيسي، طارت بناموسة، فازت بهذا الشوط الأول، شوط الإنتاج. أشكرك على الإنتاج المميز يا بن فاتوح، مشكور على هذه المواصيل التي وصلت إليها غزوة. علي بن سالم بن محمد بن بخيت المري مع غزوة مع الشوط الأول الرئيسي، تفتتح أشواط اللقاية للإنتاج في صباح هذا اليوم. وسلام يا غزوة سلام، وأيضا في رصيدها نقطة في السباق المحلي الثاني، تضيف هذا الإنجاز إلى رصيدها المليء بالإنجازات. سلام يا غزوة سلام، تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق لمالك غزوة علي بن سالم بن محمد بن بخيت المري. المركز الثاني قنا لسالم بن محمد بن مبارك بن جهويل. المركز الثالث، المركز الثالث الفلوجة لمحمد بن سعيد بن محمد الخيارين. المركز الرابع، المركز الرابع وصلت فيه مزنة لسعيد بن عبد الهادي بن علي الشهواني. المركز الخامس المتحدة لمحمد بن مسعود بن بطحان الدفين. هذه نتيجة أيها الأعزاء والحفل الكريم لمراكزنا المتقدمة الأولى في صباح هذا اليوم على الهواء مباشرة في هذا النقل المباشر. وهذا هو ملخص شوطنا الأول الرئيسي للإنتاج. تهانينا والناموس لمالك غزوة علي بن سالم بن محمد بن بخيت. تهانينا يا بن فاتوح على هذا الفوز. تصل في هذه اللحظات قاطعة المسافة الشوط في 6 دقائق 5 ثواني، 3 أجزاء من الثانية. التهاني والناموس لمالك غزوة علي بن سالم بن محمد بن بخيت المري. المركز الثاني قنا قاطعة في 6 دقائق 8 ثواني، 62 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك قنا سالم بن محمد بن مبارك بن جهويل. المركز الثالث، المركز الثالث وصلت فيه الفلوجة، قطعت المسافة في 6 دقائق 11 ثانية 44 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك الفلوجة محمد بن سعيد بن محمد الخيري. تهانينا